خاءً إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدون الكرام على قناة التناصح، أينما كنتم مرحبا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء مع برنامجكم الأسبوعي مع دار الإفتاء، ونسأل الله عز وجل فيه التوفيق لما يرد علينا من تساؤلات ومشاركات، نسأل الله عز وجل لنا التوفيق في التعليق عليها. نستقبل اتصالاتكم كالعادة على الأرقام التي ستخرج تباعا، وهي 021-360-01-01 021-360-01-02 021-360-01-03، وكذلك الهاتف الذي سيخرج مربوطا بالفائبر للاتصالات والمشاركات الدولية وغيرها. نستقبل اتصالات الإخوة المشاهدون لما في هذه الحلقة المباركة. قبل ورود الاتصالات، السائل يسأل عن حكم سجود السهو، متى يكون قبليا ومتى يكون بعديا؟ سجود السهو اختلف فيه العلماء بين من جعله كله قبلي، وبعضهم من جعله كله بعديا، وبعض العلماء توسط في هذا الأمر فجعل السجود منه ما هو قبلي ومنه ما هو بعدي. وهذا الخلاف الذي حصل بين العلماء مرجعه ومرده إلى الروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وسلم ثم سجد بعد سلامه، وثبت عنه أنه سجد قبل سلامه عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء في هذا التقدير، يعني متى يكون بعديا ومتى يكون قبليا. فتوسط علماؤنا عليهم رحمة الله المالكية، فجعلوا ما كان مشوبا بنقص، إذا كان الفعل الذي فعلته في الصلاة يوصف بالنقص والتقصير، فإنك تصلحه بسجود قبلي، قبل أن تسلم، كأن هذا النقص أجبر قبل أن تخرج من الصلاة كي تكتمل صورتها على ما هي عليه. وإن كانت الخلل الذي حصل في الصلاة هو زيادة عن الصلاة أركانها وهيئاتها وإضافة زائدة عن الصلاة المعهودة، فإنك تجبر هذا الخلل الذي حصل لك وهذا السهو بسجود بعدي، يعني جمعا بين الأدلة. هذا ما عليه علماؤنا عليهم رحمة الله، فإنهم يجعلون البعدي في الزيادة ويجعلون القبلي في النقصان. معنا متصل، الأخ مبروك من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الفتاح يومك مبارك. الله يبارك فيك، تفضلوا. يومك مبارك يا قناة التناصح، يا موظفين القناة. الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل. يومك مبارك يا شيخ مفتينا، يا شيخ الصادق، يا حفظك ربي. الله يبارك فيك ويسلمك. شيخ، عندي ملاحظة بسيطة قبل لا نخش في إجابتي. يا أخ مبروك، أنا ألتمس منك عذرا ابتداءً، رجاء أن لا تذكر أسماء أناس يشغلون مناصب. ما نسوى عليه حد شيخ. لا في. غنب نسوى عليه القنوات يا أخي، قناة الفتنة، قناة الحدث، قناة الجزيرة، قناة العربية. أمس شاختهم بس عليه طراب بس. ونقول لك يا قناة الفتنة، يا قناة الحدث، ألهي بي بلاك اللي في بنغازي، ألهي بي بلاك اللي في بنغازي، ألهي بي عار حفتر، عار عزوز الرجمة، عار عزوز الحرشة، عار عزوز العكرشة،
الهي بي قناتك يا قناه الفتنه، الهي بي بلاك غاري ما تاوخيش علي ترابط. ترابط ما قالت لك الشاوخي علي ترابط. اليوم جوها على الكيف، جوها على الكيف. انا صار فيها شوي بسيط، اليوم الحمد لله حدت في مكانها. الله يرحم الموتى. الله يبارك فيك اخي مبروك. الله يرحم الموتى، الله يشفي الجرحى. كفاكم دم، كفاكم حرب يا اللي في طرابلس اللي تحاربوا. يضحكوا عليكم، مشمتين فيكم، قناة الحدث مشمتة فيكم. بارك الله فيك، الله يبارك فيك اخ مبروك على هذه المداخلة. انا عذرا إن قطعتك عذرا، لأنني عهدت منك أكثر من مرة تذكر بعض الأسماء في الجهات في الأعمال، فأردت أن أنبه على هذا الأمر. يعني الإنسان إن حصل تقصير يذكر الجهة مثلا المعينة دون ذكر للأسماء. بارك الله فيك وربنا يحفظك. معنا متصل. تعليقا على جواب الأخ مبروك، يعني كفاكم فتنة بعض القنوات المغرضة. بالمناسبة الله عز وجل حرم الاستماع والجلوس ومسامرة أهل الفساد وأهل الباطل، وكثير من الناس يستمعون إلى القنوات التي هي تبت سمومها وتنشر الفتنة بين الناس وبين المدن وبين الدول، وكثير من الناس ينتبه إليها ويستمع إليها بالساعات الطويلة، فيخرج عقله مشوش وفكره يعني مغلوط، وينقل هذه الأخبار بين الناس فتحصل بين الناس فتن. فسماع الباطل يا عباد الله لا يحل. الله عز وجل قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هكذا القاعدة الربانية، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو ليس متعلقا يعني بالخوض في آيات الله فقط، كل ما هو مشين وكل ما هو يؤدي إلى فتنة بين الناس، والفتنة أشد من القتل كما قال الله عز وجل، وكل ما هو فيه التكذيب وفيه تزوير للحقائق وفيه تشويش للعقول وفيه إفساد للقلوب وفيه كشف للعورات وفيه انحلال وفيه إفساد لإدخال شبهات على الناس، فكل ما فيه فساد للعقول للشهوات وللعقول وللجوارح الإنسان كل ما يفسده حرم الله عز وجل الاستماع إليه. ولذا حرم الله عز وجل الخمرة لأنها تذهب العقل، لا تجعل الإنسان عقلا يدبر به ويتأمل به ويعرف به الخير من الشر. فالسماع إلى الباطل وإلى قنوات التي تفتن وتبدي فسادا، سواء كان فساد في الدين، فساد في الأخلاق، فساد في الفطرة، فساد في العلاقات، كل ذلك لا يحل سماعها. ولذلك أمر الله عز وجل بالإعراض عن أهل الفساد. نعم، معنا متصل. الأخ عاشور من البيضاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، نسأل على موضوع المرابحة الإسلامية من المصارف، يعني هذه جائز شرعا ولا مش جائز شرعا؟ حاضر، تسمع الجواب. أنت عندك خلفية على كيفية صورة المرابحة التي تقصدها، وإلا كمصطلح عام تستعمله؟ لا، على أساس أني مثلا ناخذ فترة عرض من المحل ونودي نعدل المصرف، وبعدين المصرف يحوله للمحل الفلوس، وبعدين ناخذ منه تبع المواد الكهربائية، ثلاجات، والفتو. المصرف هذا يعني غير متعاقد على هذه البضاعة ابتداءً؟ لا، مش متعاقد عليها. لا، يعني بناء على طلبك انت يتعاقدوا بعدين. ايوه. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله، بارك الله فيك. شكرا. واياكم ان شاء الله. الاخ ادريس من طرابلس. الاخ ادريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك يا دكتور. حياك الله، حياك الله دكتور عبد الفتاح. الله يحفظك ويبارك فيك. حيا الله قناه التماس على المشاهدين والمستمعين والوقت قائم على الاشاره ان شاء الله. الله يبارك فيك. اولا نترحم على من قضوا يوم امس، ونسال الله الشفاء للجرحى يا رب العالمين. نعم. يا شيخ، في سؤال كاني سمعت انه هو وقت الاذان يا شيخ، يعني انا مكروه الدخول للولد للحمام اثناء الاذان. نبغى توضيح منك انت في هذا الامر. حاضر. والسؤال الثاني هو مثلا من يكثر الاسئله للمشايخ، يعني هو في نفس السؤال، ولكني مثلا انا سالتك سؤال. لا، ولكن الاجابه ما مشتش معايا انا.
قصدي هنا نبيها تمشي مع نفسي هنا. ولما سالت واحد شيخ ثاني وبعدين سالت شيخ ثاني على اساس بدي نحصل اجابه انها تجي عليه رقمين يعني زي ما نبينا على هويتي. فشن حكم هذا الشخص هذا اللي كتب تاكسي للعلماء في نفس السؤال هو يكرر فيه. حاضر تسمع الجواب. واضح شيخه؟ نعم. بارك الله فيكم ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. معنا متصل. الأخ عاشور يسأل عن حكم المرابحة الإسلامية، وسألناها عن هذه لأن هذا الأمر المرابحة الإسلامية يعني هذه أصبحت كشعار يرفعه كل أصحاب البنوك الآن يعني بحجة أو يعني لجلب الزبائن واستعطاف قلوبهم والإقبال عليهم، وهم من المرابحة الإسلامية براء. فصورة المرابحة الإسلامية التي أجازها بعض علمائنا والتي فيها يعني للآمر بالشراء يعني أن تأمر المصرف بأن يشتري لك شيئا ثم يبيعه لك، هذه الصورة وإن أجازها بعض علمائنا أجازوها بضوابط بناء على المواعدة وبناء على الأجل الذي يضرب بينك وبين المصرف، يعني إن بدا لك الرد ترد، وبناء على بعد الاتفاق هذا المبدئي أو الصورة المبدئية يذهب المصرف ويشتري البضاعة حقيقة من أحد الشركات أو المعارض ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذه أجازها مشايخنا الفضلاء ولا بأس بها بناء على هذا الأمر إن سارت على هذا التسلسل. لكن الذي يظهر من شكاوى الناس ومن الممارسات أن المصارف لا تلتزم بهذا التسلسل ولا بهذا الترتيب. كثير منهم يخل بشرط الخيار في البيع، ولذلك أنت مجرد يقول لك برا أنت أجيب البضاعة من المصرف ووقع عليها، وهم في نفس الوقت يمشوا بعد ما أنت توقع مع يقول لك جيب البضاعة من المعرض، وبعد ما أنت تجيب البضاعة الفاتورة المبدئية من المعرض خلاص هم يعني يعطونك المبلغ المالي أحيانا ولا توجد بضاعة. هذا أخبرني بها شخص هكذا فعل، لا توجد بضاعة حقيقة. لما يقولك أنت خلاص المعرض الفلاني مش أنت شريت منه البضاعة، ويعلمون أنك تريد أن تبيع هذه البضاعة والمعرض نفسه يشتري البضاعة، فشنو يحطوا لك؟ يعطوك 20,000 يدك وفي الأوراق سجلوا لك 27 أو 25,000 ولم تكن بضاعة، لا دخلت بضاعة في اليد ولا خرجت منها ولا شيء، وهم أسلفوك مبلغا ماليا قدره كذا ورددت هذا المبلغ بأزيد منه بأكثر، وهذا الربا بعينه. والبعض الصور التي هي يفعلها أصحاب المصارف كذلك تكتب هذه العقود في آن واحد، لما تأتي أنت بالموافقة المبدئية أو الفاتورة المبدئية من المعارض يكتبون يكلفون نفس شخص من المصرف يكتب عقدا بينك وبينهم، ويكتب عقدا بينه وبين المعرض، ويكتب الأجل في جلسة واحدة، وكلهم ينوب حسب ما يقولون، هو ينوب عن الكل، ينوب عن المصرف وينوب عن المعرض، هو نفس الشيء. وهذا فيه شبهة بصراحة، حتى وإن كان فيه توكيل لكن هو الشبهة فيه ظاهرة جدا، فلا يحل بهذه الصفة. لذلك علماءنا لما أجازوا البيع الآمر بالشراء وبيع هذه وسموها بالمرابحة، هذه يعني اشترطوا فيها تسلسلا زمنيا معينا وأوراق تتم ويتم فيها القبض ويدخل فيها الضمان يعني في ملك المصرف إن فسدت هذه البضاعة وهذه السيارة، وبعدين تنتقل إلى المشتري. أما يحطوها في جلسة واحدة كلها بين المصرف وبين المشتري وبين المعرض كل ذلك، فهذا ليس من العقود في شيء، هذا باطل لا يحل. وينبغي على المصارف أن يمتلكوا البضاعة سواء كانت مواد كهربائية أو منزلية أو مواد بناء أو مفروشات أو سيارات وإلى غيرها من الأشياء التي تباع، أن يمتلكها المصرف ثم يبيعها للناس بالتقسيط. فإن كانت هذه الصورة فبها ونعمة جائزة، وإلا فلا يحل للإنسان أن يقدم على هذه التي يسمونها الآن بالمرابحة لما شابها من اللغو. وما يقول لك شراه في لجنة شرعية، لأن رأينا كثيرا من المصارف اللي تسألهم يقول والله سمعنا قالوا في لجنة شرعية، قالت لجنة شرعية وما فيش لجنة تواكب ولا تتابع هذه الصور. إن ملك المصرف البضاعة حقيقة وجيت قال لك عندي هذه السيارات وهذه البضاعة وهذه المواد البناء في مخازني
ولك أن تختار هذا اللون وهذا الصنف وهذا العدد وهذه الأطوال فهذا اشتري منه. أما يقول لك برا جيب لي فاتورة مبدئية فأنا أنصح الناس بعدم الإقدام على مثل هذه الأمور و يعني يبرئ ذممهم من الوقوع في الربا. الأخ إدريس يسأل عن كراهة الدخول إلى الحمام وقت الآذان. كراهة الدخول، قال سمعنا هذا الأمر. إذا كان الإنسان يعني لا يضره المكث ويستطيع أن يصبر ولا يضره حبس الغائط ولا حبس البول الخارج يعني أو الأخبثين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو يدافع الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين، فإن كان لا يضره فالأفضل أنه لا يدخل إلى دورة الخلاء حتى ينتهي هذا الأذان لينال الأجر في سماعه وترداد ألفاظ الأذان ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي ورد في عقب الآذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فالأفضل له أن يبقى خارج الحمام حتى ينال هذا الفضل، وإن كان يضايقه هذا الخارج ولا يضر به فإنه يدخل الحمام لا حرج في ذلك ولا يردد ألفاظ الآذان في وهو في دورة الخلاء. إن استحضرها في ذهنه أجراها على قلبه لا بأس بذلك عند بعض العلماء، وإلا فعند خروجه له أن يدعو بهذا الدعاء الذي ورد عقب الآذان. معنا متصل الأخ عبد الله من طبرق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وأسعد الله مساك بكل خير أنت وأستاذ الشيخ مكلمت كل من يعمل في ثلاث سنوات. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ وبارك الله فيك على التوضيح والكلام ونصر الله أن يكون ميزان حسناتك. وإياكم جميعا. الله يسلمك. شيخ طبعا نسألك سؤال، نبدي سمة في رمضان اللي فات ضيائي وفطرت 10 فهمت؟ بالرد 10 أيام، 5 أيام رديت من قبل رمضان اللي فات هذا وتو قادر على الصوم ضيائي بقي الخمسة الأخرى فهمت؟ فنبغى منك إجابة. يعني 10 أيام كانت عليك من قبل رمضان هذا. ايوه صمت 5 ومدراني 5. هل تو قادر على الصوم؟ هل نقدر ردا ولا لا؟ ما دامك قادر على الصوم نعم يا اخ عبد الله، يعني الطبيب كان مانعك انت من الصوم. نعم والان اذن لك الطبيب الان اذن لك الطبيب والا من نفسك هكذا يعني تبي تصيب. ايوه تو قادر على الصوم يعني. حاضر يا اخ عبد الله تسمع الجواب ان شاء الله. الله يرحم والديكم بارك الله فيكم. شكرا شكرا. ثم سأل كذلك عن الذي يتنقل بين العلماء والمشايخ ليجد جوابا يناسبه، يعني يسأل شيخا فإذا لم يناسبه السؤال انتقل إلى شيخ آخر سأله فإذا ناسبه الجواب أخذ به، وإذا لم يناسبه كذلك حتى مع الشيخ الآخر ذهب إلى ثالث ورابع، فما حكم ذلك؟ نقول في هذا الأمر هذا لا يجوز شرعا. علماؤنا نصوا على أن الباحث عن الأجوبة التي تتمشى مع الهوى ومع النفس ومع مقاصد هواه ورغباته فالباحث عن مثل هذه الأجوبة هذا آثم لا يحل، لأن الإنسان ابتداء ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم، فإذا سأل من يثق في علمه ويثق في دينه وأمانته الدينية والعلمية ففي هذه الحالة لا يحل له أن يتنقل بحثا عن مخرج لما هو فيه يريد يعني جوابا يتمشى معه، فهذا لا يجوز وهذا من التلاعب بالدين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فالعلماء قالوا التنقل بين المشايخ في مثل هذه الأمور هو من التلاعب بالدين، كأنه يعني يبحث عن ما تريده نفسه وما يريده هواه، وهذا لا يحل شرعا. الإنسان يجتهد ابتداء في البحث عن من يسأل دينا وعلما، فإن غلب على ظنك فلان توفرت فيه هذه الشروط
فلا يحل لك أن تتنقل بين العلماء وتبحث عن المخارج، وهذا لا يجوز. وكان علماؤنا من ثبت عنه هذا الأمر يعاقبونه، يأمرون السلطات بمعاقبته، لأنه يتلاعب ويتنقل يبحث عن يعني مخرج يتمشى مع هواه، فهذا شرعا لا يجوز. معنا متصل الأخ محمد من تورغا. الأخ محمد، ألو يا حضرة الشيخ. تفضل أخ محمد. يرحالك. لا سلوك بالله يا حضرة الشيخ، أفضل ليك على سيارة المصرف و... على ماشيني يا حضرة الشيخ. نعم المصرف ماله؟ أقصد اللاتات والسيارات هذه شنو، حرام حلال؟ هذا ما كنا نجيب نتكلم عنه أخ محمد، لعلك أنت ما تبعتش أول حلقة، لكن على كل حال قلنا المصرف إن امتلك هذه البضاعة، امتلكها اشتراها، فلا بأس أن تشتروا منه بالتقسيط. أما ما يسمى بالمرابحة فنحن الآن نتوقف فيها والله أعلم. إن أخبروك المصرف بأنهم يمتلكون السيارة وهي في حوزتهم أو في مخازنهم وقد اشتروها، لما يجيهم انت المصرف ما يقولكش برا جيب لنا فاتوره مبدئيه من المعرض الفلاني ولا كذا، يقولك احنا عندنا السيارات 10 سيارات وهذه رقم موتورها وهذه رقم هيكلها، فاختار واحده منهم، فان كان يملكون هذا الامر فاشتري منهم بالتقسيط ولا باس بذلك. اما ان كان قالوا لك ائتنا ببضاعه بفاتوره مبدئيه من المعرض الفلاني الذي نتعامل معه وكذا، فهذا الظاهر فيه يعني اصبح يعني من التلاعب، وإجراءاتهم أصبحت مشبوهة، ينبغي الإنسان أن يتوقف فيها. نعم. ثم يسأل الأخ عبد الله من طبرق، يقول صمت علي 10 أيام من شهر رمضان قبل الماضي، فصمت خمسة أيام وبقيت 5، والآن أنا قادر على الصوم. نقول الأخ عبد الله الآن صم ما عليك. وكثير من الناس يخلطون بقضية العاجز عن الصوم، يقولون له اعطي فدية أو اطعم، فهذا غير صحيح. الذي يطعم أو يعطي فدية هو الذي عجز عن القضاء وأخبره الطبيب أو بالعادة أو بالتجربة أنه لا يستطيع الصوم، فهذا ينتقل إلى أن يفدي عن الأيام التي أفطر فيها. أما امرأة أصابها عذر فأفطرت أو نفاس فأفطرت ومرض شخص فأفطر ثم بعد أيام شفي، نقول له أعطي فدية؟ لا، الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، وعد العدة من أيام الأخر يعني تعد ما أفطرت من رمضان في أيام أخرى وتقضي ما عليك. فأخ عبد الله الآن تقضي الخمس الأيام التي عليك بعد إذن الطبيب الذي كان يمنعك من الصوم، فإن أذن لك الطبيب لا يعني لا يتسرع الإنسان، خاصة الطبيب كان مانع مرات يشعر بنفسه هو تحسن، بالذات أصحاب الكلى وأصحاب المسالك وغيرها القلب وغيره أحيانا يشعر بنفسه تحسن، ولكن الطبيب يرى أنه لا يحل له الصوم، فسل طبيبك، فإن أذن لك بالقضاء فاقضي والله أعلم. الأخ علي من نلوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ باهر؟ الله يبارك فيك. والله شيخ عندي سؤالين من زميلك إن شاء الله. نعم تفضل. عند اسمها 45,000 شيك، وأنت مشيت المحل أعطاني 30,700. هل هذا مضبوط ولا مش مضبوط؟ أعطاك شنو 30,700؟ 45,000 في شيك. ايه وانت اعطيت له باش بيعطيني على حق الدولار ولا شنو، اعطاني 30,700 قريب 14,000 التالي. هذا بيع عمله دولار والا مجرد اعطيته شيك واعطاه لك نقدا في يدك عمله محليه؟ لا ما انا عندي شيك وما حصلتش بنادو قد ما تسول، قد ما تسولت ومشيت. يعني هو استخرج لك الاموال من البنك
بس لا لا مش من البنك لا لا يعني من المحل محل ذهب البرة إيه؟ محل برا به اعطيته 45,000 شيك واعطاني 30,700 ايه يعني انت الفلوس هذنا في حسابك ال 45,000 نعم ال 45,000 هذنا في حسابك هذا في الشيك هذا في الشيك واحد. ايه في حسابك انت يعني في البنك في حسابك تقصد البنك هذا احنا ما عندناش هاني سيولة في نالوت ما عندناش سيولة ايه كويس فهمت عليك واعطاك نقدا في يدك فلوس اعطوهم لي مقتم تعين تاع الذهب اعطوهم لي مقتم وهذه تمت المعاملة والله ما زال ما تمتش يا اخ علي تمت المعاملة لكن انا مش راضي عليها بكل لا هذه مش انت مش راضي عليها بس ولا يرضى عليها الله عز وجل ولا ملائكته الكرام ولا الرسل هذا من الربا البين الصراح الذي لا خلاف فيه يا اخي وكيف نقول لك حاجه شيخ معلش نشت هنا معلش يا شيخ نعم نشت هنا الشيخ علي قلال تابع اللباضية قال لي مش مزبوط بكل هذه برامج على كل حال يا اخ علي بارك الله فيك ينبغي عليك وعلى التاجر صاحب الذهب الذي يسمعنا ان كان يعني يتابعه ان ترد له الأموال وأن يرد لك هذا المبلغ يعني لا هذا لا يحل هذا من الربا الصراح الذي لا خلاف فيه ولا يحل والله عز وجل حرمه ما ينبغي عليك أن تفعل هذا الأمر يا أخ علي مفروض عليك أن تسألت عليها أولا مصحق الشيخ ما عنديش تاوين نتكلم مش مشيت درت على كل حال تسمع الجواب أخ علي حاضر تسمع الجواب أخ علي عندك سؤال ثاني ماشي عندك سؤال آخر؟ شيخ نعم عندي سؤال ثاني نعم تفضل ناخذ مؤثرات العقلية إيه مؤثرات العقلية من 2012 إيه إيه جابوا عندنا رهينك باش نخشوا في الجبهة هنا الجبهة اليمنية شنو جابوا لك إيش؟ يعطونا في الحبوب باش نخشوا في الجبهة الأمامية. إيه. إيه. وتو خلاص معاش درنا نبطلوهم بكل وصارنا مشاكل وصارنا 20,000 حاجة. تو وين عطوا لك باش تخش فما جبهة الأمامية خشيت فيها أنت ما جبهة هذه؟ هذو اللي جابوها. هذو جابوها القضاة. القضاة اللي شادين كتايب بكل شيء وفي طرابلس. نعم ايه ايوه تم تعطوه لك هذوما المؤثرات باش تخش الجبهه الاماميه امتى؟ في اما حرب نعم في اما حرب اعطوه لك هذوما احنا لقيناهم حتى معاهم على الكتايب في الغزايه ولقيناهم هم الفار ولقيناهم غادي الكل حاضر باهي تسمع الجواب اخ علي بارك الله فيك ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا وربنا يشفيك مما ابتليت به من هذه المؤثرات الأخ عطية من سلوك الأخ عطية تفضل أخ عطية نعم معنا متصل آخر كذلك الأخ علي هذا يسأل من نلوت يعني أعطى لصاحبي محل يشتغل في الذهب صكا بقيمة 45 دينارا وأعطاه 30,000 في يده و700 فهذا لا يحل وهذا من الحرام ومن الربا ولا يرضى الله عز وجل عنه ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من الربا الواضح وأنا أستغرب إن كان هو يعني محتاج وأصابته الفاقة وإن كان رجل عامي لا يفقه الحكم الشرعي مسكين أو هو يعني متأثر كما أخبر عن نفسه بالمؤثرات العقلية لأي سبب من الأسباب فكيف أنت يا صاحب الذهب يحل لك أن تفعل هذا الأمر أنت أنعم الله عز وجل عليك بالأموال وعندك محل ذهب وتبيع وتشتري وربي أنعم عليك بالخيرات تأخذ 45 بالشيك وتعطيه 30 بأي حق هذا وبأي وجه حق ما لكم لا ترجون لله وقارا
ما لكم، يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين المخافة من الله عز وجل؟ الناس كأنها يعني لا ليس لها خالق والعياذ بالله، والناس كأنه ليس بعد أيامهم أخرى وليس بعد دنياهم آخرة، وكأنهم سيموتون ويكونون هباء منثورا كما يظنه أهل الجاهلية من قبل، وظنوا أنهم لن يبعثوا ونسوا يوم الحساب ونسوا أن الله عز وجل سيسأل عن كل شيء، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فكيف يصنع الإنسان بين يدي الله عز وجل ويوم الموقف ويوم يوم الصراع وجهنم مسعورة تفور تكاد تميز من الغيظ؟ كيف تقول الله عز وجل وهو يقول لك يا عبدي يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ كيف ستقول لربك؟ والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. كيف تجيب الله عز وجل؟ ينبغي على الناس راه أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. وما ابتلينا به الآن من عدم التحليل والتحريم، وما ابتلي به شبابنا وبناتنا، ما ابتليت به الشيش الميديا تو الآن، يعني كيف يعني البنات ابتلوا بقضية هذا الهاشتاجات، وابتلوا بقضية اليلز هذا وبقضية التيك توك. أصبح شغل الشاغل للبنات والنساء إظهار شفايفها في التيك توك وصدرها ومؤخرتها والعياذ بالله. ما هذا التشويش البصري والعقلي والقلبي؟ يعني لا يعني هذا الأمر ابتلي به الناس كأنهم لا يوجد حساب بعد هذا الأمر. الآن مجرد تفتح يعني الفيس والله تفتح المواقع أن تجد هذه المناظر الخليعة وابتلي بها الناس، يعني كأنه لا رقيب عليهم. سبحان الله، خيركم وين رحتوا أنتم؟ أصابكم سحر أم ماذا؟ أم ذهبت عقولكم؟ يعني هم الواحد منكم أن يظهر ويعني وتبدي ما فوق الركبة وتبدي مفاتنها، وهم واحد جايب طنشرة يتشقلب بها ويحطها ويصوروه وبنت تتشقلب في دار نومة؟ تخيركم هبلتوا يا بشر؟ سبحان الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين المخافة من الله عز وجل؟ أين الأدب؟ وأين الهيبة؟ وأين الرهبة من الخالق سبحانه؟ الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذه الذي تفعلونه الآن يعني في المواقع الإلكترونية، لا يستطيع الإنسان والله أن يفعله لوحده منفردا يستحيي، حتى وإن كان يعني بيطري يتحشم يتلفت يمنة ويسرى، لا يريد أن يعني يظهر بعض الحركات وبعض المفاتن من جسده لعله حتى أمام أقاربه أو أولاده. وأنتم الآن تتشقلبوا وتنقزوا عرات ولا يهمكم البنت مع بنتها ومع أخوها ومع أبوها؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وراكم حساب راه من الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون وتعلمون أن هناك إله وحساب وموت وحشر وقبر، أم نسيتم؟ عودوا إلى كتاب ربكم يا أمهات ويا أباء ويا مسؤولين، عودوا إلى كتاب ربكم وانتبهوا إلى هذا السيل الجرار المنهمر الذي يجرف كل شيء. ذهبت الأخلاق وذهبت الآداب وضاع كل شيء، يعني انفلت الناس في الشهوات المادية يأكلون الربا، وانفلت الناس في الشهوات الجسدية كالحيوانات يبدون يعني عوراتهم للناس. سبحان الله، توبوا أيها الناس قبل فوات الأوان وقبل انغلاق باب التوبة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
ما يقولش يا شيخ أنا مؤمن بس، حتى الذي لم يكسب في إيمانه خيرا، يقول أنا مؤمن ومسلم نعم لكنك لم تكسب في إيمانك خيرا. فإذا ظهرت آيات الله عز وجل إما بموتك أو بقيام علامات الساعة أو بهلاكك أو بضياع وقت فرصة التوبة، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فانتبهوا أيها الناس إلى هذا الأمر. الأخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم دكتور. الله يبارك فيك، تفضلوا. بارك الله فيك على هذا التوضيح يا شيخ، وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يصلح الحال يا رب العالمين. وكل ما تقول فيه هذا راه هو سبب أكثر مشاكل في الطلاق وفي الكلام الفاضي. المرأة تفضح زوجها وشندار وشندار وشندار، هذا الكلام موجود يعني تعدت عليه حاجات هلبة. ولكن بارك الله فيك ورحم الله والديك. في الحلقة الماضية بقى لي زوج أسئلة يا شيخ، انا سابق توقعتك انك تتطرق لهم اليوم. ذكرني في الحلقه الماضيه. ذكرني لا بنذكر سؤال واحد سوا ثاني حصلت عليه جابته ان شاء الله. حاضر. انا واثق في كل المشايخ، انا ما عنديش راه بتاع احول الاستفاده ان شاء الله. جابتنا واحده ومشايخنا واحد يعني. تفضل. سؤالي هو قلت لك كيف جبر صلاه التنفل ولا تحيه المسجد ولا رغيف الفجر، يعني هل يجوز فيها الاجبار الجبر حتى هي يعني ترقيع صلاه مثل الفريضه؟ ما فهمتكش كيف قلت؟ صلاة النفل، صلاة التنفل، هذه هي ركعتين، تصلي ركعتين ولا تحية المسجد ولا تصلي رغيف الفجر ولا نعم. يجوز فيها جبر، هي فيها مثلا جبت فيها سجود بعد وقبل يعني ترقيع ولا زي صلاة الفرد ولا لا؟ فهمت عليك، فهمت عليك، حاضر. لا والسؤال الثاني، شكرا بارك الله فيك. وهذا خلي الامر تقول فيه بالله زيد وضعه يا شيخ الاول، هذا خطير جدا. انت شايفين حاجات اكثر من اللي تشوف فيها انت، اكثر من اللي تقول فيها انت. بارك الله فيك. حاضر، بارك الله فيك. الأخ إدريس يسأل عن النفل، هل يصلحه السجود أم لا؟ وكذلك لعل مما ورد من أسئلة وتذكرته الآن، يعني هل إذا حصل خلل في الفريضة يصلحها السجود مطلق، مطلق السجود أم لا؟ الخلل إذا حصل في الأركان وفي فرائض العبادة، في عبادة عبادتك صلاتك حصل فيها خلل في أركانها وفي فرائضها، فإن السجود لا يصلحها لوحده، لا بد أن نأتي بالفاتحة إن تركنا فاتحة وثم نسجد، ولا بد أن نأتي بالركوع إن تركنا الركوع أو تركنا الرفع من الركوع أو تركنا سجدة. فهذه من نسيها فلا بد أن يأتي بالمنسي إن قرب الزمن أو إن بعد الزمن، فيلغي ركعة إن ترك ركوعا أو سجودا أو فاتحة ويأتي ببدلا عنها بركعة أخرى، أو أضاف ركنا من أركان الصلاة، قرأ الفاتحة مرتين أو جعل في الرباعية خمسية أو جعل في الثلاثية رباعية أو في الثنائية ثلاثية، أضاف ركنا ركعة كاملة، فهذا الإضافة يصلحها السجود، الإضافة يصلحها السجود البعدي. أما النقص فلا بد أن تأتي بالمنسي أو بالمتروك أو بالناقص إن كان فريضة أو ركنا من أركان الصلاة، فلا بد أن تأتي به ثم تسجد إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقص قبل السلام. وأما إن نسي النوافل في الصلاة والمستحبات والسنن الخفيفة كمن نسي السورة فقط، فإنه يأتي بالسجود، يجبرها السجود فقط سجدتين قبل السلام تجبرها، أو ترك تكبيرة فقط من غير تكبيرة الإحرام، ترك تكبيرة فقط أو ترك تسميعة أو ترك يعني فإن ترك تكبيرتين فأكثر، هذه المستحبات تجبر بعضها بعضا ترتقي إلى درجة السنن. ثم إن ترك تكبيرتين فأكثر، يعني ما قال سمع الله لمن حمده انساها ارفع بس، وما قالش ربنا ولك الحمد، وما قالش الله أكبر وهو ساجد، يعني ارفع هو هايم وسجد دون أن يكبر، فنقول له اسجد سجدتين قبل السلام، لأن ترك المستحبات والسنن الخفيفة هذه يجبرها السجود، أما إن ترك فرضا فلا يجبره السجود. باقي سؤال الأخ إدريس الذي لا منع عن عدم الجواب فيه فيما سبق، النوافل اختلف العلماء فيها، هل يعني يصلحها السجود أما هو السجود خاص بالفرائض؟ ذهب بعض العلماء إلى أن السجود لإجبار الفرائض لا النوافل، والبعض قال تقاس النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوه في الفرائض، الذي ثبت عنه أنه كان في الفرائض
وكان يصلح صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضة، ولم يثبت عنه أنه أصلح أو سجد سجدة سجودا قبليا وبعديا في النوافل. فقالوا النوافل لا سجود فيها، وإن كان لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له سهو فيها، حتى نعلم أن المقصود بإصلاح السجود يكون خاص بالفريضة أم بالنافلة فقط. فاجتهد العلماء في قياس النافلة على الفريضة، فمنهم من قال بجامع أن كل منهما صلاة وحصل فيها نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم أجبر هذا النقص بسجود قبلي أو بسجود بعدي فيما ورد من الروايات. فمن ترك سننا مؤكدة وأركانا في الصلاة فإنه يأتي بها ولو كانت في نوافله، يأتي بسجود لإصلاحها. ومنهم من قال السجود النوافل، وهذا هو المشهور عندنا في المذهب، النوافل لا سجود فيها لإصلاحها. النوافل إن حصل فيها سهو واستطاع الإنسان أن يتداركه فليتدارك، وإن لم يستطع التدارك خلاص تسقط عنه لأنها نافلة، يعني تغني الذي أتيت به يكفي، والله أعلم. معنا متصل الأخ المهدي من الجنوب. السلام عليكم شيخ. تفضل أخ مهدي. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. بارك الله فيكم. البدعة شيخ، ما معنى يعني صفة محيا وهو ممات؟ نعم. صفة محيا وهو ممات، ما معنى صفة محيا وهو ممات؟ ما فهمتكش يا أخ مهدي، إيش معنى إيش؟ ما معنى صفة محيا وهو ممات؟ فهمت يا مخرج. في حديث يقول اللهم إني أعوذ بك من العذاب. فهمتك الآن. أيوه يعني تقصد ما معنى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم. وسؤال ثاني في نعم ما تفضل. ما معنى فسحة الدين؟ لا يزال مسلم يشوف في فسحة الدين ما لم يتقدم الحرامة. إيه ما معنى فسحة الدين يعني؟ نعم بارك الله فيك. معنا متصل. نحسابه معنا متصل، معنا خمس دقائق. حاضر. على كل حال الأخ المهدي من الجنوب يسأل عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الدعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ختام تشهده. إذا انتهى الإنسان بعد في تشهده بعد أن يتشهد ويحيي الله عز وجل ويصلي على ملائكته على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك ويختم هذا التشهد الذي في يعني بالعامية باش يفهموني العزائز والناس عوام الناس، يعني احنا نقوله في التحيات لله والزاكيات لله، هذا التشهد الذي في الصلاة نقول فيه في ختامه كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب جهنم. كان عليه الصلاة والسلام يستعيد من هذه الأشياء الأربعة، كان يستعيد منها عليه الصلاة والسلام في آخر تشهده. ومعنى ذلك أن الإنسان بعدما يختم صلاته ويشاهد الله عز وجل ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يختم بأن الله عز وجل يدعو الله بأن يعصمه من فتن الدنيا، من معاصيها، من الوقوع في الحرام فيها، من أكل الحرام ومن فعل الحرام، من فتنة شهوات الشياطين وما كل ما حرمه الله عز وجل في الحياة. تدعو الله عز وجل أن يعيذك ويحميك وأن يعصمك من هذه المحرمات التي تحصل في الدنيا، فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال العلماء فتنة الممات الإنسان حين مماته يتعرض لفتنة من شياطين الجن، فيقولون له وهو في سكرات الموت يا فلان مت يهوديا أو مت نصرانيا فهي خير الأديان، فمن كان على لا إله إلا الله عاش عليها كان موحدا لله عز وجل محافظا على دينه محافظا على صلواته محافظا على إيمانه
يعصمه الله عز وجل من فتنة الممات، فلا يستمع ولا يستجيب للشياطين التي توسوس له وهو في سكرات الموت، يقولون له أنت كنت مسلما وها أنت تشعر بمشقة الموت وخروج الموت وعظمتها، يقول لا ربي عدل فيك، هذه أولى مراحل العذاب، فمت على اليهودية خير لك ومت على النصرانية خير لك. هكذا يتعرض لهذه الفتنة في آخر أنفاسه وفي آخر أيامه التي عاشها، لأن الإنسان كله حياته ابتلاء واختبار. فمن عاش على العبادة والتقوى والصلاح ومخافة الله عز وجل يعصمه الله عز وجل من هذه اللحظة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة في حياته، يعصمه الله عز وجل من الوقوع في الحرام ومن وقوع في اليهودية والنصرانية. فيقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا. لما ينجيك الله عز وجل من الوقوع في الحرام تدعو الله فتنة الممات، ينجيك الله عز وجل من لحظة خروج الروح، فلا تيأس ولا تضجر ولا يعني ترتد عن دينك. وكذلك تدعو الله عز وجل إن كنت بقيت إلى حضور علامات الساعة الكبرى ومنها خروج الدجال، تقول من فتنة المسيح الدجال. ثم إذا نجوت من فتنة الحياة ومن فتنة الدجال ومن فتنة الموت، تدعو بأن ينجيك الله عز وجل من عذاب القبر، من فتنة القبر. ثم إذا نجاك الله عز وجل من هذه، ثم ينجيك من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. نسأل الله عز وجل وإياكم والسائلين والمستمعين والمشاهدين أينما كانوا أن يعصمنا وإياهم من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة عذاب جهنم. هذا ما يسر الله وقدر الله عز وجل الحديث عنه والتعليق والإجابة به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاءوا يدا وندا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك.